الشيشي رئيس الحكومه المكلف في تصريح لي قال التوانسه بداوا يفقدوا في الثقه من النخبه السياسيه ومن النخبه السياسيه. صحيح هذا؟ من قبل مش من تو هما فاقدين كل شيء، بلاد غارقه، بلاد ما فيها حد شيء. فاقدينها من قبل مش من تو هي الثقه راه، فهمني؟ البلاد تغفخك تشوف فيها شطر العباد علاش هاجوا وخلت البلاد، ما عادش فيها حد شيء البلاد هذه. شيء ما فيها. انت فقدت الثقه؟ فقدت الثقه بيان سور، ما فيها حد شيء البلاد. شيء ما فيها البلاد. ليش الشعب فقد الثقه؟ هما في بعضهم مش مثقين بعضهم كل يوم تعرف انت تحب تعرف الثقه، هما في بعضهم مش مثقين بعضهم. كيفاش انت تعرف تفهم الثقه؟ ونجي نفس السيناريو نفس الحكايه الاقتصاد والتنمية وما رينا حد شيء اقتصاد والتنمية. انا وربي كان نتاع الحريه والمصالحه نتاع الشام بن سدري 160 مليار والطبيب 150 مليار كان 100 مليار كان عملوا بهم زوز تورتات واربع مكاتب وسبيطار ربي عارف هكاك مشينا حرام مش نيرين او كل مره الناس 1000 دوس و1000 دوس بربي سامحني من 2011 انت وريش وزير مربوط انت يعني او كلها بدوسيات هريش واحد مربوط كيف تعمل سنوات مربوطة على 10 مليارات العبس المرنقي في 8000 بشر كانت ناحية 5000 نتاع الزطلة والخوانزية تو 3000 أخرين هذا تقع على بوست كاسات ب 10000 وهذا على عجل ب 8000 وهذا منها ما يجيش 3000 مربوط ما يجيش قد واحد من سنوات هاكا ويخطب ويتكلم ويبازر ستين هذا راسه صحيح. أنا قبل كل شيء ثم ناس اللي فقدت فيهم الثقة مش الكل ثم ناس اللي تحب تخدم وتحب تجاهد وتحب تنقذ هالبلاد لكن حطوا العصا في العجله يعقلوهم ولتحط العصا في العجله بكل صراحه وبكل ثقه وهذا على حسابي انا هي النهضه كيما راشد الغنوشي خلال البلاد ما خلى فيها حد شيء فهمت خويا ولذلك الشباب اللي قاعد ضايع انت واللي قاعد يحرق والفلوس الضايعه اللي قاعده تمشي فهمت يوصل غاديك يبات في كاردونا اخويا ما يعمل حتى شيء في تونس لهنا انت فقدت الثقه من السياسيين قد في البعض في البعض يعني فيها معلم فيها معلم بالطبيعه ثم ناس اللي هما عندهم ثقه في روحهم اللي هما باش ينجموا يخدموا اما ليك النهضه ما خلتهمش اخويا الشعب يفقد الثقه من السياسيين اللي شادين يعني السلطه اللي شادين الكراسي باش تشوف يلزم ننتدبوا سياسيين من برا بالعين بتاعتهم الجمله ما عملوا حتى شيء بالحق ما شفت حتى شيء الامور مش هي جمله تشوف فيه الشباب الكل هج وخليها البلاد تشوف فيه معناها حتى غادي ما لقاش خدمه الامور تشوف فيها تعبه فما الوالدين قاعدين يشجعوا في ولادهم باش يمشوا يحرقوا امه تلم له فلوس تعطي ذهبها وكل شيء باش يمشي ولدها يحرق تقول لك ورقه الاخرانيه خليها يلعبها ولدي يمشي يا لجي تصور انت واحد يمشي يقدم روحه للبحر معناها يموت يا يحيى منياش حسب رايك مو ظروف من المعيشه بطال ما فماش حتى شيء بلادك تشوف فيها. الشعب التونسي الكل معناتها انتخب الناس هذوما اللي في مجلس نواب الشعب باش يحكموا مش باش يبقوا مجرد بيادق هناك للفوضى بالعكس اذا كان حاجه كسبها الشعب التونسي هي اطلاعه مثلا على مفاصل الدوله من خلال مجلس النواب ومن خلال ما ينشر حول البنك المركزي ومن خلال ما ينشر يعني حتى المكسب هذا الإعلام اكسبناه المشيشي كيف يحب يقصي الأحزاب السياسية أقصى الشعب التونسي اللي انتخبهم هذا يعني وأنه امتدادا لخطاب رئيس الجمهورية الحماية يعني رجعة الحماية بوجوه تونسية أحجار على رقعة الشطرنج يعني هذا كتاب مهم ياسر يعني في التاريخ السياسي لا يقل أهمية على كتاب الأمير يعني باش نرجع إلى الحماية من خلال الوزير هذا عنده جنسية فرنسية والوزير الآخر عنده ولاء لفرنسا بحكم أنه فرانكوفوني وما إلى ذلك هذا معناتها القوة الناعمة نتاع المستعمرة اللي تحب تفرض علينا آرائها نحن نتمنى أنه يهتم بالشعب التونسي يعرف أن الشعب التونسي انتخب نواب باش من خلالهم يجوا خدام لينا في الدولة يخدموا الشعب التونسي من قبيل خادم القوم سيدهم مش من قبيل المصطلحات الأخرى والأفكار الأخرى وعلى هذا الأساس هو يرجعنا في الحماية الفرنسية بعبارة أخرى دين فاسون سوفت كما يراها المستعمر الآن كم كل شيء الأزمات يفتعلها المستعمر كما الفيروس كورونا يصنع الدواء ويصنع الدواء للأسف نتمنى أنه يثوب إلى رشده ويحط حكومة سياسية
والتمثيلية الحزبية، الحزب الأول والثاني والثالث و فيها كفاءات. احنا رينا وأنه ثم كفاءات، كانت الناس تتعارك على يعني وزارة السيادة، وينهم اللي كانوا يعاركوا على وزارة السيادة؟ شبيهم سكتوا توا ولا خطر جاتهم الأوامر الفرنسية باش يسكتوا؟ وينهم اللي كانوا يتعاركوا على الحقائب؟ يورونا توا علاش؟ إذا باش يرجعونا الفترة اللي خسرناها هما اللي كانوا يتعاركوا على الحقائب الدبلوماسية. المسألة وأنه سلم الشيشي يحب يرجع لنا الاستعمار الفرنسي بطريقة مقنعة، يلزم يعمل حكومة سياسية. الأكثر يبدأوا يفقدوا الثقة، خاطر اللي يصفق فيه كان لاميور، معناتها عمل حاجة برشا حاجة باهيين، وصاد حكاية ضرب المصالح واستقال وحده. معناتها أنا نتصور كان خلى عبد الداخل في بلاصته خير، في بلاصته في الشيشي. الشيشي رئيس الحكومة الجديد، رئيس الحكومة المكلف. كان وزير الداخلية ولا؟ كان خلى في بلاصته واحد اخر خير، كيما غازي الشواجي. غازي الشواجي عمل برشا نجاحات في فتره كورونا، عمل برشا نجاحات. انت راضي على المشيشي ولا لا؟ علاش ماشي بلاصته؟ ما عملش الحاجات اللي باش تخرجوا يولي رئيس حكومه. كو وانت معنا اللي عجبني الناس غادي الفخفيخ وقت اللي خرج راضي على خروج انت ولا مدام هو خرج وحده؟ انا مانيش راضي، مدام خرج وحده دبر راسه. الحياه السياسيه ما تتقد كان باحزاب. احنا الناخب التونسي مشى يصوت على شكون؟ يصوت على احزاب. فهذه الخزعبلات نتاع كفاءات، معناها الاحزاب ما فيهاش كفاءات، الاحزاب تعج بالكفاءات، ناس دكاتره وناس مهندس. كذبة هذه كفاءات، حتى وقت بن علي تكنوكرات موجود، يعني الكفاءات موجوده. احنا توا مشينا هالبدعه نتاع تعمل انتخابات ونشوفوا عباد تكنوكرات وعباد مش الأصل احنا نخبنا على حزب أحزاب، والأحزاب ربحت انتخابات، عنا الأول الثاني الثالث الرابع، ناس تحاول تتفاهم مع بعضها وتكون حكومة. هكا ولا عجزوا هما. فما نظرات أو نظرة ضيقة حزبية هي اللي ضرت البلاد. توا وصلنا لحكومة الرئيس، هاي صارت الأولانية كي سقط الفخفاخ بسبب فساد مالي وغيره، هل تحمل قيس سعيد المسؤولية ولا تحمل هيش؟ كي حزب يحكم النجم نحمله المسؤولية كي يفشل. الآن حكومة الرئيس لولا الفخفاخ الأصل أنه يسيب المكان متاعه لعبد آخر يدير البلاد. كيفاش عبد متهم، نقوله شبهة مش متهم، بفساد ومازال يدور في حكومة تصريف أعمال؟ وضع هاو كفاءة هاو تكنوكرات، نقولوا الفخفاخ مش تكنوكرات، تكنوكرات. لكن الكلمة هذه أنا نتسائل شنو هو الهدف من الانتخابات أصلا؟ علاش ننتخبه كي مثلا مش حزيب جيب لنا كفاءات من لول وفما عبد مستقل جمعة مش جاي من لول قلنا مستقل هاو بعد عمل حزب وغيره اللي جاي بعدين عمل حزب، كل واحد يعمل حزب. شو اسمه شاهد من لول نداء تونس وخرج وحده وعمل حزب. مثلا حكاية مستقل راهي الناس متحزبة أو متسيسة كي يدخل للمنصب متاعهم بعد تاو يدوروا به ويعمل حزب. يعني كفاءات الأحزاب تعج بالكفاءات، ولذا احنا عملنا انتخابات باش نصوتوا الأحزاب. إذا المشهد الآن فيه ترذيل للسياسة ما نجموش نعملوها السياسة من غير أحزاب، نراجعوا المنظومة كاملة. يعني اش باش نقول لك، أنا الآن نتسائل المشيشي باش يكون رئيس حكومة أو وزير أو مكلف من الرئيس يدور على الأحزاب من بعد؟ أنا نقول لا قدر الله وفشلت الحكومة، احنا شكون باش نحاسبه كشعب تونسي؟ أنت باش تحاسب شكون؟ باش نجيو القيس سعيد؟ احنا مثلا الناس انتخبتوا رئيس، ما انتخبتوش باش يختار لنا حكومة، احنا نتحاسبوا مع البرلمان مباشرة. فأنا نشوف الخطأ حسب تقديري الشخصي هو المنظومة من اللول، أكل الهيئة الكبيرة متاع عياض بن عاشور اللي عمل لنا أفضل البقايا وكذا، هي الخطأ الأول. اللي جانا برلمان فسيف وسيف ضعيف، كان باش نقعدوا نواصلوا ونعاودوا نحلوا ونكونوا باش نقعدوا بنفس التشكيلة. لازمنا على الأقل في البلاد كيف البلدان المتقدمة على الأقل حزبين ثلاثة قويين. الآن نشوفوا مثلا النهضة بعيدة شوية على الآخرين في التنظيم، التيار والشعب هاو صارت معناها ما صارتش مفاهمات مع النهضة. الأصل من الأول يقعدوا ثلاثة لأربع أحزاب الأولى يتفاهموا مع بعضهم يخرجوا حكومة وبروراتا كيما يصير في العالم المتقدم كامل.